موجز إخباري لأهم المستجدات المحلية والعالمية يأتيكم من موقع صدى البلد. أهلا بكم. أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية عن وصول عدد 5,198,400 جرعة من لقاح جونسون عن جونسون اليوم الاثنين الموافق 29 نوفمبر 2021. وأوضحت هيئة الشراء الموحد أنه وصل عدد 4,399,200 جرعة من لقاح جونسون أمس الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021. يأتي هذا بالإضافة إلى وصول شحنة بها عدد 3,892,590 جرعة من لقاح فايزر السبت الماضي الموافق 27 نوفمبر. وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة دورية شرف الدين على مادة الضبطية القضائية للنقابات الفنية في المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحادات نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. وتنص المادة 70 على أنه يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون. وكانت النقابات الفنية قد أيدت هذا المقترح أمس بحضور هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، موضحين أن الضبطية القضائية تستهدف مواجهة أغاني المهرجانات غير اللائقة. قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة إن البلاد ما زالت في فصل الخريف ولم ندخل حتى الآن في فصل الشتاء، مؤكداً أن فصل الشتاء يبدأ بعد 20 ديسمبر. وأضاف أن فصل الخريف من الفصول التي تشهد تغيرات في الأحوال الجوية، ولفت إلى أن اليوم هو ذروة ارتفاع الحرارة ولكنه اعتباراً من الغد ستعود درجات الحرارة للانخفاض، مؤكداً أنه من المتوقع أن يتخلل طقس الشتاء هذا العام موجات صقيع وبرد قارس بشكل لم نعشه في العام الماضي. انهار مساء اليوم عقار قديم بمنطقة شبرا، وتم إخلاء عقارين مجاورين للمنزل المنهار بعد سقوطه فوق 3 شرفات بعقار مجاور، مما تسبب في انهيارها وسط حالة من الفزع لدى أهالي المنطقة. كانت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغاً بسقوط عقار متفرع من شارع الترعة البولاقية بشبرا، وعلى الفور توجه فريق الإنقاذ البري بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتبين من المعاينة أن العقار المنهار صادر له قرار إزالة منذ فترة طويلة وتم إخلاؤه من السكان وهو مكون من 5 طوابق. ورياضياً، أكدت تقارير عالمية عدم حضور محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2021 والمقرر إقامته مساء اليوم. وأكدت التقارير أن محمد صلاح لم يخطر الجهة المنظمة للحفل بوصوله، وهو ما يؤكد غيابه عن الحفل اليوم. فيما أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان هو من سيتوج بالكرة الذهبية للمرة 7 في مسيرته. بهذا الخبر الرياضي نختتم هذا الموجز. نشكركم على طيب المتابعة، حتى يتجدد اللقاء لكم منا كل التحية.